انولدنا بنحب نكتشف، انولدنا عشان نعيش قصتنا ونرويها، لندور على طريقنا وصوتنا، هو هي أنا وإنتو. كل واحد فينا هو صوت وحلم. حلمي أكون أنا، كل شي وقف بطريقي اليوم هو دافع لأحقق حلمي. مستعدين لتلاحقوا أحلامكم؟ اشروا على المكان اللي حابين تروحوا عليه وانطلقوا، عيشوا حياتكم لتكون قصة تروى وتعيش. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بالفيديو المفاجأة هذا وعجبكم الألوان الخرافية والحركات، والله فريق رهيب اللي اشتغلت معه. بهذا الفيديو راح أحكي لكم خبرين. الخبر الأول هو إنه تم، والحمد لله بفضل مساعدتكم وتوفيق ربنا، اختياري كسفيرة لكانان لحملتهم اللي عم نطلقها هلا اللي اسمها Live for the Story. وبهاي الحملة شو حنعمل؟ حنعيش قصصكم أنتو، رح نحتفل فيكم أنتو، وبدنا نربح مو شخص أو شخصين بل 3 أشخاص ليسافروا معنا على دول مختلفة. وكمان مو بس هيك، غير انه حننبسط مع بعض وحنكيف وهلا والله، كمان حنربح 3 أشخاص 3 كاميرات جديدة، اجدد كاميرا للفلوغينج من كانون، رهيبة جدا. اوريدي اعطونا واحدة وجربناها وكتير كفوا عليها، فان شاء الله حتنبسطوا فيها. عشان تعرفوا المسابقة كيف حتبلش وشو حنعمل، عملوا فولو للأكاونتات تبعتي على السوشيال ميديا لأنه حننزل هناك معلومات عنها، وكمان لكانون ميدل إيست حنحط لكم كل الأكاونتات تحت بالديسكريبشن، وشاركوا هذا الفيديو مع أصحابكم اللي بحبوا التصوير ويسافروا عشان كمان هم يكون لهم فرصة يسافروا ويربحوا. وهلا والله، I love you guys، كانت معكم هيفا من فلايد هيفا، سلام.